قبل أن يسدى للستار عن هذا الشوط الأول. هنا محاولة، فرصة متابعة، هدف أول أخيرا لفروزينوني، أخيرا يسجل فروزينوني هدف جميل، هدف ملعوب، والبداية والانطلاقة كانت من وليد شديرة، صوب الكرة بالقائم، عادت تبعها البرازيلي راينير في المرمى، وفروزينوني يأخذ الأسبقية، أول أهداف الجناح البرازيلي في السيريا. فروزينوني كان يستحق الأسبقية، كان يستحق التقدم، وبالفعل يسجل في اللحظات الأخيرة. شاهد وليد شديرة يصوب، القائم يتصدى، ولكن متابعة راينر غير قابلة للتصدي، لا يمكن أن يبعدها أحد، المرمى خالي، الشباك فارغة، وراينر يضعها في المرمى. هدف أول لفروزينوني، هدف أول لفروزينوني في اللحظات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة، في شوط أول نهايته مثيرة. وفروزينوني، هل ينجح وليد شديرة أو أحد مهاجمي أصحاب الأرض في استغلال المساحات لتسجيل هدف الثاني؟ هدف يقضي عمليا على أحلام فيرونا. وهنا كرة عرضية داخل المنطقة، داخل المنطقة، أخيرا أخيرا يسجل سولي الثالثة ثابتة، وفروزينوني يضيف الهدف الثاني، يضيف الهدف الثاني اللاعب ماتياس سولي. أي مباراة لسولي، كرة أولى في القائم، كرة ثانية في القائم، الكرة الثالثة في الشباك، الهدف الثاني للموهبة الأرجنتينية هذا الموسم، العرضية من ماركيتسا، والمتابعة من سولي في الشباك، صعبة كانت على الحارس مونتيبو. فروزينوني يسجل، فروزينوني يحسم الأمور عمليا. الله 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 الله، ارتقاء، توجيه، حطها في المرمى وسجل الهدف الثاني. فرحة كبيرة لسولي، فرحة كبيرة في المدرجات، وفرحة للرئيس ماوريتسيو سيربي الذي يسعد بأداء لاعبي فريقه. تشاتشوا عالية داخل المنطقة، هدف، هدف بالفعل لفريق فيرونا. كنت أتحدث عن استراتيجية لعب الكرات العرضية العالية مع نزول ديوريتش وبعده بونانزولي. الآن يسجل ديوريتش أول أهداف هذا الموسم، عرضية ممتازة من البديل تشاتشوا، والرأسية جاءت من اللاعب ديوريتش، هدف تقليص الفارق لفريق فيرونا. سنعيش دقائق ولحظات أخيرة مثيرة جدا من عمر هذه المباراة. فروزينوني هدفين، فيرونا هدف، متبقي حوالي 3 دقائق. يتم التأكد من صحة الهدف في اللقطة الماضية، هل خرجت الكرة خارج أرضية الميدان؟ يتم إعادة اللقطة، التأكد من قبل حكام الفار سيد ماركو سيرا وسيد لورينزو ماجيوني. ارتقاء ممتاز، توجيه ممتاز، هدف جميل من اللاعب ديوريتش، والهدف يتم تأكيده إذن.